تعيد هو تصريح سابق ربما صحيح ما بعد 25 جويلية من الكلام قال مش نغير حبس الحرية ولكن مش نغير وضع اجتماعي، ولكن تصريح سابق أعتقد بعد 25 جويلية أعتقد الآن فرصة باش نذكره نذكروه ونرجع سريعا. يلا كما قلتها وأعيدها في المرة الأخرى، نحن لسنا في حاجة إلى الناتج الداخلي الخام، نحن في حاجة إلى السعادة الداخلية الخام، لو بونور ناسيونال بروت. نعم سيد هاجر، كشباب أنتم مدونين بلغتوا السعادة الداخلية الخام بعد يعني نصف 25 جويلية، وضع المدونين، وضع السياسي، وضع الشباب، طموحاتكم، طموحات الشباب الذي تأمل خيرا لنحل القانون 38 ووعده بما أفضل. كما كنت أقول أنه هو اعتمد لنا سياسة التخويف، هي سياسة التخويف مش مع كل الشباب، ولكن هو اعتمدها سياسة التخويف. مثلا احنا نقول الصحفيين اللي هم عندهم مرسوم يتحاكموا عليه، اليوم عمل لهم مرسوم 54، أي صحافي يتكلم ضد الدولة متاع قيس سعيد لأنه هو يعتبر ركن الدولة ضده هو، معناه أي كلمة أي حا أي كما كنا ننقده أي نقد أي حاجة فيها حرية التعبير إن احنا كنا نتكلمه، اليوم أي كلمة تنجم تقولها فأنت تآمرت على الدولة، فأنت التآمر على قيس سعيد يعني تآمر على الدولة بالنسبة لي هو. دونك اليوم فما بالك المدونين وفما بالك اللي ما عندهمش قانون يحميهم، كيفاش تحبهم المدونين انهم يتكلموا ولا يخرجوا ولا يحكيوا؟ كان هما صحفيين وعندهم قوانين تحميهم، واليوم ما همش محميين، اليوم كل اليوم نسبة كبيرة من الصحفيين في السجن، اليوم أي صحفي يتكلم فيتعدى على منصوب 54 ويسجن، فما بالك اللي هو ما عندوش حتى قانون يحميه، ما عندوش قانون، ما عندوش مرسوم يحميه. دونك سياسة التخويف اللي اعتمدها للشباب واعتمدها للمدونين اليوم هي كارثة، هي أي واحد ينجم يقول لك اليوم نتكلم مش يلقى روحه في الحبس، أي واحد في تونس معظم الناس للحقيقة معناها الأمانة الناس اللي قاعدة تتكلم اليوم اللي هم من الخارج، لأنه في تونس أي واحد باش يحكي وأي واحد باش ينقد فيعتبر متآمر على أمن الدولة ويعتبر متآمر على الدولة ومتآمر على رئيس الجمهورية. دونك احنا اي حاجه فيها حريه تعبير ودي نجم تتكلم، حتى اليوم كان جي نحكي على قصه الزواني ونقول رانا وصلنا لمرحله كارثيه اليوم، راهو فئام زاد تتعدد نجم تتعدد فئام، اي حاجه انت باش تنقد فيها الحكومه هذه باش تنقد فيها الوضع اللي احنا فيه اليوم راهو تتعدد فئام على امن الدوله الناس الكل. دونك الوضع يعتبر وضع كارثي احنا في اللي فيه اليوم الناس الكل. المهم احنا الكلهم عندهم مفتاح الحبس، ونحكي في الواقع في الملموس اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه، عملوا لنا الانتخابات المحليه اللي هي انتخابات الشعب اللي كان عاملها بن علي قبل، الانتخابات المحليه هما اللي قاعدين يقرروا ياخذوا هما اللي ياخذوا في القرارات، والقرارات يعطوا فيها للولايات، والولايات نسبه كبيره من الولايات اللي هما بنديه هما اللي قاعدين ياخذوا في القرارات وقراراتهم الشخصيه زيدا. مثلا انا بحكم اليوم مثلا إمام مسجد يصلي في صلاة التراويح عنده مدة كبيرة أنه هو يصلي 13 سنة يصلي في التراويح في المسجد ذاك، إنسان منظم هو اللي بنى المسجد، هو اللي تعب عليه، هو اللي بنى حجرة 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 حجرة، يجي الوالي بقرار من الوالي يعني شيء، لأنه هو كان من النظام السابق يعتبر بالنسبة للنظام الحالي ينحوه من صلاة التراويح لا شيء لا، لأنه هو قرار من الوالي اللي هو في أي منطقة هذا في أي منطقة الاستاد اليوم يمنع من الاستاد بقرار من الوالي، لأنه الناس اللي حاطينهم بالحاشة نتاع رئيس الجمهورية اليوم هي اللي قاعدة تاخذ القرارات، والقرارات الاعتباطية اللي قاعدين ياخذوا فيها هما قاعدين، وتنجم أنت تتكلم تسجن تتكلم تدخل الحبس، ما توافقش على قرار الوالي أو القرار المجالس المحلية فأنت تدخل للسجن. وبعد كيفاش تقولوا وينهم الشباب؟ اش بيهم الشباب ما مش يتكلم؟ اي واحد اليوم مش يتكلم مش يدخل السجن، مفتاح الحبس عندهم ديجا. ولكن سعيد يا استاذ هاجر يقول لك انا ادافع عن الحريه الحقيقيه، سعيد يقول انا ادافع عن الحريه الحقيقيه والحريه مضمونه للشباب. ما وين الحريه المضمونه؟ كيفاش الحريه مضمونه؟ كيفاش لو انت والي ياخذ في قرار
وقرار من القرار اعتباطي، قرار جاي من المشيخه، جاي من كما كانت الشعب نتاع بن علي هذوكم قبل، هما اللي يقروا وياخذوا القرارات، وهو ياخذ قرار بين الوالي كما يقولوا هما امر جاتهم تعليمات، ولا وقت اللي هما تجيهم تعليمات انت تخالف التعليمات هذيك وتدخل للسجن، ما فماش قضاء، ما فماش القضاة اللي هم خايفين، القاضي لو انه انت ما تمشي تعطي عدم سماع الشخص هما بعثوه لك، فانت عادي انت تتعزل من خدمتك. الناس الكل كما قال القاضي انا خاف على خمسة اولادي، الناس ولات خايفه، هذه سياسه التخويف اللي عملوها لنا. الشعور العام لدى الشباب ثم خوف كبير لدى الشباب؟ سمحني؟ ثم شعور بالرعب لدى الشباب التونسي المدونين؟ اكيد ايوه، انا نحكي فيه هذا، انا نحكي فيه من 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 وسط الشارع، من وسط الشباب اللي انا كنت نعيش معاهم، اللي تحكي معاه ثم ان معظم الشباب اللي يقول لك انا اخذ راسي واضرب، واي انسان في الوقت هذا باش يقول اخذ راسي واضرب، تاكد ان هي الغدة باش تجي في راسه هو، لان اذا احنا باش نصبروا باش نكملوا على المنوال هذا، راهو هذاك اللي باش يصير، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه هما فما سياسه الملل زاده، فما ناس تقول لك انا مليت، انا قاعده نخدم على مشروع، نخدم على مشروع، واليوم مش قاعده نشوف النتيجه، ما فماش نتيجه. دونك هذه زاده من السياسات اللي قاعدين نعتمدوا فيها، اللي هي سياسه الملل زاده. هذوما نعم. اللي يتناقش الشباب هذوما، فما سياسه التخويف وسياسه الملل، وهو من اخطر السياسات اللي هما قاعدين يعتمدوا فيها للشباب اليوم. نعم سي أزدين.